ولا حسيت تحية ديالي قال لها إيميلز ديالي كنتمنى عليها. جوابا على سؤالكم بالضبط، المحقق حول سر صدامه مع عبد المرحومة مع عائلتها، وشكل أدق حول نوع العلاقة اللي كتربطك بهاد المرحومة. جوابا لا علاقة لي، سواء عاطفية ولا غرامية ولا وعد الزواج ولا أي شيء كان. الطالبة لم أكن أعرف اسمها سابقاً إلا يوم السبت 22/9/2018. قبل هذا كنت كنعرفها في وجهها كسائر الطلبة والطالبات. كنمشي معاك دابا للمدرج ونعطيهم أدق التفاصيل ديالهم، لا الطلبة ولا الطالبة ديالهم، لأن ملعبتي كنعقل على الطلبة ديالهم. جات لعندي طلبتني تدخل اعتباري عندي نفود أدبي على طلبة ديالو وعلى الطالبة. قالت لي أستاذ الله يخليك، راه عندي مشكل عائلي ورقم الهاتف ديالك ديالي فاسلموا لها واحد الطالب كان معايا كتعطي لها، وكانت بربع طلبة تاع واحد الرقم عيطت عليا في 22. قالت لي راه المشكل هو أن واحد الطالب راه كيتحرش بيا، عفوا راه كيهزني بالنشر والصور ديالي وكيضيقني، وراه شغلني مع العائلة وكذا إلى غير ذلك. قلت لها خاصني ديال التليفون، وراه بابا بغا يعيط عليك، قلت لها لا غير راه التليفون نعيط عليه. فاتصلت بيه مع الأستاذ، لقيته كيعرفني ديجا لأنه سمع من عدد الطلبة كيتكلموا على الأساسية ديال مستوى الأوسط. فحكى لي قال لي غير حبيبي باك نشوف الليلة هكذا، بغيتك تتدخل يعطيني اتساع لبنتي ويعطيني اتساع عليه. ففعلا مباشرة اتصلت بداك الطالب، وجدته كيعرفني حتى دابا وحياني وشفت المطلوب ديك الأسرة اللي كان قال لك أعيد أعتذر. والمكالمات راه مباشره، يعني اتصلت بالطالبه هي اللي اتصلت، قطعت معها وقلت لها انا معيط عليك، مباشره اتصل بالاب، مباشره اتصلت بالطالبه. راه متزامنين في وقت واحد، واحد الوقت واحد. ماشي صافي، على اساس جا عندي طالب بحال الجمعه حياني اعتذر قدام الكاميرا، راه تشجيع كاين بواحد الود بواحد الاحترام وبواحد الوقار، وصرفنا بجوج وخرجنا. ويعني لو كان كان عنده شي ضغينه ليا ولا في ديك اللحظه كان كان يصفي معايا الحساب ديالي، لان انا وياه فصافه خاويه الدنيا، يعني في الكليه خاويه، لانه اخر ما يخرج. وحنا وصلتو نهار الجمعه وفي العشيه ومع السته على كل مشى. فانا لما مشى خرج قال لي غنمشي للتليفون، قلت له فين كتمشي دابا؟ قال لي راني جيت في السجون، راه غنمشي للتليفون وواصل السطاج ديالي يعني انك وانصرفنا على اساس هو غيمشي للتليفون. انا لما خرج هو بان لي طلع جيت ديال السلام، فعيطت عليه قلت له واش ما كاينش غتمشي للتليفون؟ قال لي لا راني غادي غير عند يوسف من المكتبه ناخذ شي كتاب. قلت له عندك ودير خاطرك، كبدك ودير خاطرك دير عقلك. مشينا المهم مباشره قطعت مع الاتصال لما بان لي طالع الجيت الديور، وانا عارف ان الطلبه كيسكنوا تما كلهم في ديور السلام، تما واحد 90% كلها كتسكن تما ديال الطلبه، ديال الطلبه اللي كيجي واد ديالي. بالطبيعه هي اتصال مباشر لان مازال عندي الرقم ديالها، ربط بها الاتصال. السلام قلت لك اهلا بالاستاذ بخير، كامرها واش الطالب ياك ما بقى ميتك عليه هاني والسبب عليه الوالدين، وراه تلاقى معايا البارح وراه اعتذر ليا وراه قال لي سمحي ليا وصافي، وراه طويل هذاك الملف الله يجازيك بخير، الله يخلي لك وليداتك، الله يحفظ لك الاسره ديالك. شنو وقع من الجمعه حتى للسبت؟ هذه الحلقه مفقوده. السبت جا ترصد ليها وكذا وسدد ليها ديك الطعنات القتيله الى غير ذلك. كيف ما هو متداول، حنا كنا داخل القاعه ما مشيناش حتى اتصلنا بالشرطه الى غير ذلك، ولكن التصريحات ديال الشرطه كلها دارها على الشرطه وعلى مشرف الوسائل الاعلاميه. لم يسبق لي نهائيا انا ربطت بها الطالبه الاتصال، ربطت بها الاتصال، ولات
وصلت معايا في ميسان ولا والشهرة عندها ما يكفي من الوسائل والطرجة ولا لقات مكالمة ديالتي مع الضريبة في الرقم ديالها يركزوا على الأرقام ديالها بالخصوص احتمال لنا يقول لك شو احتمال لنا عندي عشرة كلها عندي رقم واحد من هار كنت طالي ما عمرني بنتو إلى اليوم ولا وحلت كنت استعمل الرقم ديال الزوجة ديالتي الرقمي ودير فيه اعتماد مفتوح على سبب الطلاق ولهذا رجاء الناس رحمة بهذه الفقيدة التي أحلقتي أنا الطلاق ديالي مع أولادي في المغرب كاملة وليس في الكناس حبهم ليا جا من طريقتي في العمل وفي الاشتغال وبطريقتي لأنني كنزرع فيهم الأمل لأن طريقتي في الاشتغال كتركز على العملي أنا نقل لهم المحكمة نقلها لهم المرض الراجل عندي يعني حالات عملية لكن واش اليوم أنا شناهي الخطبة شناهي الجارية النوازي والخطبة وكيجيو طلبة اللي سبقين يحصلوا على الإجازة وكيحضروا كيجيو موظفين اللي يتوظفوا ويحضروا هكذا طريقتي في العمل علاقتي بالطلبة هي علاقة مهنية بجميع الطلبة والطالبة وما كنستناش ما عنديش مشكلة أنا العقدة ديال هذه بنت ولا هذا ولد البيت رقم ديالي مرحبا وما عنديش داك الاعتبار كلها والكفاءة ديالي كلها والمجهود ديالي والله ما كنتش طرت الضجة ديال علاقة ديالي علاش طرت لأنه راس بقلي جلس وتكلمت انا قباش هنالك اناس النجاح مزعجه هنالك ناس الطريقه ديال الاشتغال ديالي ما عجبها هذا موضوع اخر هنالك نجاح استاذ سوسي مشاكس حسب تصريح احد الزملاء اللي قالها في ساعه قال المشاكس وعنده على شي شكس عندي لا مرتيكا تقرأت ولا أخويا زابو ما كنت تشي حاجة وما كنتاقد كنتاقد الحالات العملية قوة معها عندي صفحة رسمية وما عندي وما لاش ديرة والخدمة الطلبة لاش ديرة والاستشارة القانونية راه كنعطيها بالمجان وراه عندي مركز ديال الدراسات والاستشارة القانونية أنا الرئيس ديالو راه المقال ديالو في الرباط راه آلاف الاستشارات المجانية اللي عطينا وهاد الشي غيتبتو المغاربة كامل اللي كيعرفوني ونتحدى شي واحد اللي راه كاين معايا في الصحة الله يعقل اللي يقول لك عطاني شي ريال عطاني شي ريال سيما الطلبة ديالنا الأعزاء أنفي ما فيها قاطعا أي علاقة بأي نوع كان مع هاد الطالبة اللي ما كنتش كنعرف سميتها قبل كنت كنعرف فوجها كسائر الزميلات ديالنا ونكون مثلا اتيحت لي الفرصة مرة أخرى أنه تحيا وترجع ويكون الأب ديالها ويكفي يكفي يكفي أنه أنا اللي قاعدين في الجوتنا أنا والطالبة الزوجة كنا عائلة الله مسكين عندي الله ما أنا مدة الزمنية ما لو كنت كان يعني بأنه راه تدعو بالقدر كيف ما صرحت الأم ديالها أن العائلة فعلا خفات عليها هذه الواقعة لو كان قالوها ليا لأن وهذا كيلين النبل ديالهم وأنهم سكتوا يستروا المسألة ويستروا العرض ديالهم وخافوا من الانتقال لأنه كان كيقول لها أسا تسرق الأم نمشي ندوز الحبس ونخرج ونقتلك لأن باش يعيطوا على الأب ديالها حسب تصريح الأم ويقول له راه غير ما عطيتني أنت غنقتلك ونقتل بنتك ويتصل بأن الأب مسكين يقول لي عافاك نهضر معاه يعطيني اتساع نظرا لأنه الأستاذ معروف بأنه عنده نفوذ أدبي على الطلبة وما عنده نفوذ عليه أدبي وكيتعامل معهم كأخ وكيحل لهم مشاكلهم لله ما عرفه لله ما خير وهادشي كاملة مقدر هادشي كاملة نحن مسيرين ولسنا بمخير حتى الطالب كنتحسب أخوها لأنه أقل من الطلبة الجادين وكنت وكان واحد الاحترام اللي كان على درجة عالية من الأداب ومن الأخلاق
ومكنش كنت من المهرب حتى هذا السفاسي في الأمور اللي قلت هذه للأسف تسيري في الأسلوب عند الجرع لشي أمور زجرية تغغين عليها واستجب ولكن بالله ما أعطى ولله ما أخذ وكبير متزوج عندي أطفال ديالي عندي عائلة يعني عندي أسرة ما يمكنش نسولي نفسي شي نهار وكل هكا زاد شي أمور تأدين هكذا يعني جاي هذا هو اللي عندي أسف إنني تبعني